السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه الأخبار؟ بتكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت طبعا ازاي بتفتح البرنامج، ايه هي واجهة البرنامج، ازاي بتختار الكود بتاعك، ازاي بتظبط الوحدات بتاعتك، ازاي بتعرف الماتيريال، ازاي بتعرف القطاعات بتاعتك، ازاي بتعرف اللود باترن، ازاي بتعمل لود كومبينيشن، ازاي بتعرف الماس سورس. فلو حضرتك حابب تشوف الفيديوهات اللي فاتت دي تقدر ترجع لها، موجودة على القناة في البلاي ليست بتاع الخاصة بكورس الاي تابس. النهاردة ان شاء الله هنتكلم ازاي بنعمل اساين لللود. يعني احنا عرفنا اللود اهي، احنا قلنا له عندك الاحمال دي، ازاي بقى بندخل الاحمال دي على البرنامج؟ شوف يا سيدي، اول حاجة احنا عندنا السلابة. السلابة شايلة ايه؟ السلابة شايلة نفسها، السلابة شايلة يعني شايلة نفسها اللي هو الديد لود، يعني شايلة اللايف لود، وكمان شايلة السوبر اللي هو الفلورينج كفر. تمام. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ خلي بالك في هنا حاجة اهي اسمها وان ستوري وأول ستوريز وسيميلر ستوري. ايه الفرق في الليلة دي؟ وان ستوري يعني انا لو عملت سيلكت الحاجة هنا، اولا خلينا نبص هنا مكتوب ايه، مكتوب ستوري واحد. طيب لو انا حددت ده كده هلاقيه اختار ستوري واحد بس. طيب لو انا مختار هنا أول ستوري، معنى كده ان اي عنصر هختاره في اي دور هلاقيه اختار العنصر ده في كل الادوار. بمعنى انا اخترت السلابة دي، السلابة دي موجود زيها في كل الادوار، يعني نفس السلابة بنفس الابعاد بنفس الديفاين سيكشن، نفس السيكشن بتاعها نفس كل حاجة، فبالتالي لما اختارها هنا هيختارها في كل الادوار. طيب لو وان ستوري، لا يعني انا بقول له انا هختار دي هشتغل على الدور ده بس. طيب لو سيميلر ستوري، سيميلر ستوري هندسة، شوف احنا هنا عاملين مثلا اول 4 ادوار، يعني عملنا الدور الاول ماستر وبعدين ال3 ادوار اللي فوقيه سيميلر منه، يعني شبهه يعني، فبالتالي لما حددوا الدور الاولاني هيحددوا هو والادوار اللي احنا معرفين ان هي شبه الدور الاولاني، فبالتالي اختار لك اول 4 ادوار. يبقى لو وان ستوري وحددت كده هشتغل على الدور ده بس، لو اول ستوريز وحددت كده هيروح محدد لي العنصر ده في كل الادوار، لو سيميلر ستوريز وحددت كده هيحدد لي الدور وما يشابهه. طيب تعالوا بقى ايه نحط الاحمال بتاعتنا. اولا هتروح جاي يا باشا من قائمة سيلكت، تمام، سيلكت بروبرتيز، اقول له ايه؟ اقول له اختار لي سلاب سيكشن. السلاب احنا كنا معرفينها ان هي فلات سلاب 20 سنتي، هقول له سيلكت، راح محددها لي. طب انا عايز اعرف واحدد الادوار كلها ولا لا؟ بص بعينك على الشمال هنا تحت قال لك ان في 10 شيلز سيلكتد، يعني في 10 سلابات تم اختيارهم بالفعل. هتروح جاي هنا هتقول له assign shell load uniform load، يبقى assign shell load uniform load. تمام. طيب الديد لود انت مش محتاج تدخله. ليه مش محتاج تدخله؟ لان حضرتك لو جيت وبصيت على اللود باترن انت قايل له ان السيلف ويت بكام؟ بواحد، يعني انت قايل للبرنامج احسبه. لو انت عامله بزيرو هتحسبه انت. تمام. طيب هتيجي assign shell load uniform. اللايف لود في المباني السكنية عادة بيبقى 2 كيلو نيوتن على المتر مربع، بس هل ده ثابت في المبنى كامل؟ لا، بيزيد شوية عند السلالم، بيزيد شوية عند الكوابيل. تمام. طيب احنا مثلا هنحطه وليكن 2.5. طيب هنا في عندك 3 اختيارات، Add existing load، replace existing load، delete existing load. ايه الفرق؟ الفرق يا باشا ان انت لو كنت حاطط live load على البلاطة قبل كده وليكن ب2 ودلوقتي بتحط 2.5، لو انت مختار add to existing load
هيروح جمع الاتنين ونص دي على الاتنين اللي انت كنت حاططها، فهيبقى 4.5. طيب لو قلت له replace existing load يعني هيدلت اللود اللي كان محطوط وهيحط ده. طيب لو قلت له delete existing load يعني هيمسح كل الاحمال اللي في اللايف لود اللي كانت محطوطة على البلاطة ومش هيحط اي حمل. تمام، تيجي نجرب. تعالى نجرب. اولا خلينا نحط 2 ونقول له ابلاي. لو بصيت كتب لك هنا 2 اهي. لو دوست كليك يمين على السلابة ودخلت في اللود هتلاقيه قال لك ان اللايف لود ب2. طيب لو احنا هنا نختار previous selection قال لك هنا 10 شيل اهو، يعني رجع اختارهم تاني. لو انا قلت له add to existing load وقلت له apply، شايفين كتب ايه؟ 4، يعني ضاف الاتنين دي على الاتنين اللي كانت قبلها. شايف بقى عندك 2 حملين لايف لود. طب لو انا قلت له ريبليس، اختار الحاجات اللي كنا مختارينها اللي هو ال10 سلابات، قلت له ريبليس وقلت له اوكي، شوف شال ال4 وحط الاتنين. طيب لو انا قلت له ديليت، معنى كده ايه؟ مسح كل الاحمال اللي في اللايف لود اللي كانت على البلاطه، شوف ما عادش في حاجه. فهمنا كده؟ فهمنا كده. يفضل ان انت تسيبها ريبليس دايما، عشان لو في انت كنت حاطط حمل وناسي او حاجه ما تجيش تبقى عاملها اد، فتيجي تحط تروح حاطط احمال زياده فيطلع معاك طبعا ايه رياكشن زياده للاعمده، هيطلع معاك ديفليكشن زياده وكلام من ده، فيفضل تسيبها ريبليس. اللايف لود قلنا هناخده مثلا 2.5. شوف قال لك ايه؟ قال لك نو سيلكتد اوبجكت، فانت لازم تروح هنا على البريفيوس سيلكشن وتدوس. هيقول لك كده انت كده مختار 10 شيلز. هنا الحمل دخلناه وهنقول له ابلاي، كتبه اهو، ادي كده الديد لود عرفناه. طيب اللايف اللايف لود سوري عرفناه. بعد كده هتيجي هتروح جاي من قائمة سيلكت زي ما اتفقنا، سيلكت بروبرتيز سلاب سيكشن، وادي السلاب زي ما اتفقنا. تقدر تختار من هنا من البريفيوس سيلكشن الساين شيل لود يونيفورم شيل، عندك السوبر ديد اللي هو الفلورين كفر ده وليكن هتاخده 2 كيلو نيوتن على المتر مربع، قلنا خلي دي متعلمة على الريبليس، هتقول له اوكي. تمام، طيب لو دوسنا كليك يمين على السلابة شوف قال لك ايه؟ قال لك انت كده السلابة دي عليها لايف لود ب2.5 وعليها سوبر ديد ب2. تمام تمام طب في حاجة كمان في حاجة كمان عايزين يعني ايه نتكلم عنها، هي الفلات سلاب مش بيبقى وزن الحوائط متسيح عليها؟ مظبوط. طيب وزن الحوائط اللي بيبقى متسيح على السلابة دي بيكون كام؟ تعالوا نشوفها كده، تعالوا نشوفها مع بعض. شوف مهندس ياسر الليثي الملازم بتاعته فيها المعلومة دي. طيب طيب نشوفها. فلات سلاب معلش انا بدور لكم عليها بس علشان ايه
اجيب لكم المعلومة. ايوه الفلتسلابات.